السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية صفحة 54، المرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث، دائما ضمن الوحدة الثانية، مجال الحياة التعاونية، أسبوع الأول، ألاحظ وأكتشف، أمس الماضي، الأمس الماضي، زمن الماضي هو حدث وقع بالأمس، وقع سابقا، حفرت، زرعت، بذرت، إذن هذه أفعال حدثت بالماضي، هذا فعل ماض، حفرت فعل ماض، الآن فعل مضارع، الآن هو فعل مضارع، هو حدث يقع الآن، المضارع هو حدث يقع الآن، أحفر، تزرع، تبذرين، إذن أحفر، تزرع، تبذرين، هذا فعل مضارع، إذن فعل مضارع هو حدث يقع الآن، والأفعال المضارعة تبتدئ بحروف، باش نعرفوا الأفعال المضارعة، كتبدأ بالألف أو النون أو الياء أو التاء، وتجمع في كلمة آنيت. إذن هذه أفعال المضارعة، باش نميزوا الفعل المضارع، هو واحد الفعل اللي كيكون الحدث ديالو وقع في نفس الدقيقة، بينما الماضي حدث ولا حدث سابقا. إذن أقرأ الجمل التالية وأميز زمن حدوث الفعل بوضع علامة في المكان المناسب. إذا لاحظوا معي هنا عندي جماعة أدواتي، جماعة إذا حدث في الماضي، حدث في الماضي، جماعة أنا أنت تتعاون مع أصدقائك، لاحظوا معايا الفعل المضارع راه كيكون مرفوع، تذكروا هاد القاعدة هادي، عندي واحد التاء، الفعل عندي هنا تعاون ولكن زيد واحد التاء، تاء المضارعة، إذا فعل مضارع، تتعاون فعل مضارع، يشجع الأستاذ التلاميذ، عندي واحد الياء والفعل الأصل ديالو شجع، إذا فعل مضارع، الفعل في زمن المضارع، أنت تعملين بجد، أنت تعملين بجد، أيضا فعل، كيف هو هذا الفعل؟ مضارع، فعل مضارع، أنت تعملين بجد. إذا لدي الفعل هنا يشرع في المضارع بحسب الضمائر، غنحولو فعل يشرع في المضارع بحسب الضمائر، عندي أنت، أنت ماذا؟ أنت تشرع، أنت تشرع، أنت، أنت ماذا؟ تشرعين، تشرعين، هي تشرع، هي تشرع، هنا الفعل راه محول في المضارع، إذا تشرع، هي تشرع، أنت تشرع، أنت تشرعين، هي تشرع. ألاحظ وأكتشف، لاحظوا معايا هنايا جملة تبتدئ بفعل، إذا عندي هنا جملة فعلية، والجملة الفعلية تبتدئ بفعل، فعل، فاعل، مفعول به، إذا انشقت البراعم التربة، إذا عندي البراعم هي فاعل، الفاعل هنا ظاهر، والفاعل كيجي على جوج أشكال، إما ظاهر إما ضمير، يأتي إما ظاهرا إما ضميرا، هذه عناصرها، شقت فعل، البراعم فاعل، التربة مفعول به، إذا البراعم هنا فاعل ظاهر. أبين عناصر الجملتين الأتيتين، إذا حفرت الأرانب أنفاقا، إذا حفرت فعل، الأرانب فاعل، كما كتعرفوا الفاعل كيكون مرفوع، أنفاقا مفعول به، نصح الببغاء الطيور، نصح فعل، ببغاء فاعل، طيور مفعول به، كما كتشوفوا في الجملة الأولى والجملة الثانية الفاعل ظاهر، أكتبوا الجملة الآتية أكملوا الجملة الآتية بفاعل ظاهر، إذا سنكمل بفاعل ظاهر، إذا شكرت الببغاء، شكرت طيور ببغاء، حث التلاميذ على السرعة والإتقان، إذا حث
الأستاذ. حث الأستاذ التلاميذ على السرعة والإتقان. تحمل الأعواد بمنقارها. تحمل حمامة الأعواد بمنقارها. تحولت إلى أشجار تزهر وتثمر. تحولت ماذا؟ تحولت الحديقة. تحولت الحديقة. إذن شكرت الطيور. عندي الفاعل هنا الطيور، طيور الببغاء. حث الأستاذ التلاميذ على السرعة والإتقان. تحمل الحمامة الأعواد بمنقارها. تحولت الحديقة إلى أشجار تزهر وتثمر. ننتقل للإملاء. التاء المربوطة دائما ضمن الوحدة الثانية، مجال الحياة التعاونية. هنا قبل ما نكمل الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصل قناة نزال التعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تبخلوا علي ببصماتكم ومشاركة المقاطع أكيد مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. هيا لنكمل. أقرأ. توجهنا إلى المدرسة فوجدنا الأستاذة في انتظارنا وقد ارتدت وزرة بيضاء قصيرة. لاحظوا معي هنا تاء مربوطة، مدرسة، أستاذة أيضا تاء مربوطة، وزرة تاء مربوطة، قصيرة تاء مربوطة. ألاحظ مدرسة، مدرسة. هنا عندي التاء المربوطة يصح الوقوف عليها في الاسم المفرد، يصح الوقوف عليها في الاسم المفرد. مدرسة، أستاذة، أستاذة، يصح الوقوف عليها. كما لاحظتم منين قريت وقفتها. توجهنا إلى المدرسة فوجدنا الأستاذة في انتظارنا. هنا حيت في سياق الكلام يمكنش نقول فوجدنا الأستاذة، نو، فوجدنا الأستاذة في انتظارنا وقد ارتدت وزرة قصيرة. لاحظوا معايا هنا عطيت حقها ديال الحركات ولكن يصح الوقوف عليها في آخر الكلام. توجهنا إلى المدرسة فوجدنا الأستاذة في انتظارنا وقد ارتدت وزرة قصيرة. إذن مدرسة، مدرسة، أستاذة، أستاذة، وزرة، وزرة، قصيرة، قصيرة. إذن الأسماء تصح الوقوف عليها. أكتشف فاطمة، زرافة، زيتونة. هتاء بهذا الشكل هذا تسمى تاء مربوطة. وأيضا بقرة، شجرة، وردة أيضا تسمى تاء مربوطة. هذه تاء مربوطة وهذه تاء مربوطة. عندنا مثلا في حرف الراء وفي حرف الدال، حرف التاء ما كي حرف الدال وحرف التاء، راني حطيت دروس قديمة، ما كي الدال والراء ما كيبغيوش يشدوا بزاف مع الحروف، والواو كذلك. إذا في الحروف اللي كتمسك في خوتها عندنا التاء كتكتب هكا، والحروف اللي ما كتمسكش في خوتها الحروف كتكتب بحال هكا. أكمل الكلمات في الجمل التالية بالتاء المناسبة. إذا سقطت الثلوج وأمست الحياة قاسية. لاحظوا معايا التكي غتكتب في كل كلمة. الحياة قاسية، قاسية، لا تحتمل عند سكان الغابة. إذن هنا كنوقفوا عليها. سقطت الثلوج وأمست الحياة قاسية لا تحتمل عند سكان الغابة. اجتمعت الطيور الثلاثة، الطيور الثلاثة تحت شجرة كبيرة محتمية بأغصانها. إذن اجتمعت الطيور الثلاثة تحت شجرة كبيرة محتمية بأغصانها. البجعة تجلب الماء والحمامة تحضر الأعواد الصغيرة. إذن سأعيد. سقطت الثلوج وأمست الحياة قاسية لا تحتمل عند سكان الغابة. كما قلت قبل ملي كتكون في سياق الكلام ما يمكنش نوقفها في آخر الكلام ولا عند الفاصلة كنوقفوها.
اجتمعت الطيور الثلاثة تحت شجرة كبيرة محتمية بأغصانها. البجعة تجلب الماء، والحمامة تحضر الأعواد الصغيرة. أكمل كما في المثال. عندي هنا محفظات، محفظة يعني الجمع ديال الكلمة، المفرد ديالها. إذا مرشات، مرشة، مرشة، يصح الوقوف عليها هاء. مرشة. أزهار، زهرة، زهرة. حفر، حفرة، حفرة. ورود، وردة. حدائق، حديقة. متعاونات، متعاونة. إذا مرشات، مرشة، أزهار، زهرة، حفر، حفرة، ورود، وردة، حدائق، حديقة، متعاونات، متعاونة. أبحث عن كلمات في نص ما أفيد التعاون بها التاء المربوطة. إذا نرجعوا للنص ما أفيد التعاون ونبحثوا على بعض الكلمات المربوطة. إذا انتهت الحصة، هي تاء مربوطة، وجمعنا أدواتنا وتهيئنا للخروج. عطلة، ساحة، المدرسة، بدلة، خفيفة، مجموعة، ساحة مرة أخرى. على أي نص مليء بكلمات بها تاء مربوطة، يمكن لكم تبحثوا على بعض الكلمات من غير الكلمات اللي حددت معكم. الحصة، الحصة، عطلتي، بساحة، المدرسة، بدلة، خفيفة، مجموعة، الساحة مرة أخرى. تنظن انتهينا. نعم، هذا هو التمرين الأخير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.